Bismillahir Rahmanir Rahim, la langue française, troisième année de l'enseignement primaire. Nous prenons la page 117, 17, 17, 100, 100. 117, 100 ou 17. Alors nous prenons la page 117. نأخذ الصفحة رقم 117 au début de la page. L'aventure d'un arbre في أول الصفحة كما نرى. مغامرة شجرة كما رأينا. L'aventure d'un arbre. Nous allons continuer avec cette histoire. إذا سنكمل مع هذه القصة. جلي أنا أقرأ. Un oiseau entend si la phrase du cèdre. طائر يسمع. On a le verbe entendre. Un oiseau entend. C'est le verbe entendre. إذن طائر يسمع. Aussi, أيضا. إبراهيم سمع. قطرة الماء سمعت. ثم طائر يسمع. يسمع ماذا؟ يسمع كلام الشجرة. هنا عندنا un oiseau entend aussi la phrase du cèdre. إذن عندنا طائر يسمع أيضا جملة شجرة الأرز. المقصود عبارة شجرة الأرز. إذا الطائر أيضا يسمع كلام الشجرة. Il a de la peine. المقصود أنه كان عنده حزن عندما سمع الكلام. Un oiseau entend aussi la phrase du cèdre. Il a de la peine. إذا la peine المقصود بها أساسا هو القصاص أو العقاب أو الجهد أو المشقة. أحيانا نقول ce n'est pas la peine. كما لو نقول لا داعي للمشقة. وبالتالي لا داعي لذلك الفعل. شخص ما مثلا يصيبك بالخطأ فتقول له ce n'est pas la peine. يعني لا داعي للاهتمام بهذا الأمر. فهو لا شيء. نتكلم هنا على la peine المقصود بالمشقة. فالنص عندنا il a de la peine. المقصود هو كما لو نقول هو عنده الحزن. الطائر عنده مشقة نفسية كما لو نقول المقصود أنه حزين. Il secoue ses ailes couvertes de neige. Il secoue ses ailes couvertes de neige et dit. Il secoue ses ailes couvertes de neige et dit. Il secoue ses ailes couvertes de neige et dit à l'arbre. Il secoue ses ailes couvertes de neige et dit. De neige et dit à l'arbre. إذن هو يحرك. طبعا رأينا هذا الفعل فيما سبق. إذن عندنا هنا الفعل سكوي. سكوي يعني أنك تجعل شيئا يرتج. تحرك شيئا. إذن عندنا هنا il secoue ses ailes couvertes de neige. إذن هو يحرك جناحيه المغطاة بالثلوج. et dit à l'arbre. ثم يقول للشجرة. إذن كما قلنا on a le verbe secouer. il secoue ses ailes. المقصود بهم الجناحين. سواء تعلق الأمر بجناحي الطائر أو جناحي الطائرة. ثم couverte. couverte. إذن أنها مغلفة كما نقول. أنها مغطاة. طبعا نتكلم عن لا كوفيرتور. طبعا لا كوفيرتور هو الغطاء. سواء تعلق الأمر بالغطاء الذي نضعه علينا عند النوم أو الغلاف الذي نغلف به الكتب أو الدفاتر يسمى كوفيرتور. إذا نتكلم أيضا عن الفيرب كوفغيغ كما عندنا هنا يعني غلافة أو غطاء. عندنا هنا il secoue ses ailes couvertes de neige et dit. إذن هو يحرك جناحيه كوفيرت المغطاة أو كما نقول مغلفة دوناج المغطاة بالثلج. إيدي ثم يقول ألعب للشجرة. من عمي صديقي. طبعا كما قلنا بأن شجرة الأرز هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية. من عمي صديقي. Tu ne dois pas partir d'ici. Tu ne dois pas partir d'ici. أنت لا يتوجب عليك الذهاب من هنا. أنت لا يتوجب عليك الذهاب من هنا. Tu ne dois pas. C'est le verbe devoir. devoir. ومن هنا devoir يعني الواجب. إذن عندنا أيضا le verbe devoir. On a aussi le verbe devoir. إذن عندنا أيضا فعل devoir يعني توجب. كما لو أن هذا الشخص يتوجب عليه أن يقوم بفعل. Tu ne dois pas. لا يتوجب عليك. partir الذهاب أو الرحيل. d'ici. de ici من هنا. إذا طبعا نختصر في d'ici. طبعا عندنا ici مبدوء بإن فويال اللي هي إي. ثم عندنا de أنها تنتهي بالفوية اللي هي أ. طبعا حتى لا نقول دو إي سي فتأتي ثقيلة، نقول بدل هذا دي سي من هنا. إذا مامي صديقي تي نو دو با بارتيغ دي سي، أنت لا يتوجب عليك الذهاب من هنا. لابا لابا يعني هناك. أبيت أن إليفون يسكن فيل، يسكن فيل. ذلك المكان الذي تريد الذهاب إليه يقطن فيه فيل. لابا هناك. أبيت سي لو فيرب أبيتي، هذا فعل سكن. شخص ما يقول لك مثلا أبيتي أين تسكن أنت؟ أبيتتي، إذا تقول جابيت حي الفرح مثلا، أنا أسكن في حي الفرح. لابا أبيت هناك يسكن. أما لفون فيل إل بو ديفوري تي فوي، هو يمكن أن يبتلع أوراقك. إل بو ديفوري تي فوي، قلنا لو فيرب ديفوري يعني أنك تأكل بدون مضغ، المقصود أنك تبتلع، هذا المقصود بفعل ديفوري. ديفوري il peut يمكنه. طبعا عندنا لو فيرب pouvoir، طبعا رأينا فيما سبق لو فيرب devoir tu ne dois pas، هذا لو فيرب devoir توجب. هنا عندنا لو فيرب pouvoir ببي، يكتب ببي يستطيع أو يمكن. إذا il peut المقصود بأنه هو يستطيع أو يمكنه. dévorer tes feuilles ابتلاع أوراقك. لو صادر سبوش les oreilles، لو صادر سبوش les oreilles et continue son chemin، et continue son chemin ثم يكمل طريقه. إذا لو صادر سبوش، طبعا أولا لو فيرب بوشي المقصود به لو فيرب بوشي. أولا قبل ما نشوفو لو فيرب سو بوشي غنشوفو بوشي. إذا قبل أن نرى فعل سو بوشي فلنرى أولا لو فيرب بوشي. إذا طبعا لو فيرب بوشي المقصود به فيرمي اون اوفيرتور، فيرمي اون اوفيرتور يعني غلق فتحة، تكون هناك فتحة ما أو ثقب فتغلقه. إذا عندما نقول بوشي اون اوفيرتور أو بيان أن تخو أنك تغلق فتحة أو تغلق ثقبا. إذا عندنا هنا لا صادر سبوش لا زغاي، كما لو نقول بأن شجرة الأرز تغلق نفسها، تغلق نفسها لأن هي تقوم بالفعل وهذا الفعل يعود عليها هي، لذلك نضع هذا السو. طبعا كما شرحنا بأن هذا السو طبعا سبوشي ستان فيرب برونومينال، c'est un verbe pronominal. وكل أفعال tous les verbes pronominaux commencent par ce، يعني كل الأفعال التي تسمى كما نقول ضميرية pronominaux، pronominal في المفرد، pronominaux في الجمع، كلها تبتدئ بهذا السو. طبعا هذا السو تعني بأن هذا الفعل يصدر من الفاعل ويعود عليه. ممكن الفاعل يكون أنا جو مبوش، أنا أغلق نفسي les oreilles الأذنان، تتبوش أنت تغلق نفسك كما نقول، المقصود أنك تغلق شيئا يعود لك، يعود لجسمك. إل سبوش هو يغلق نفسه كما نقول، يعني هو يغلق شيئا ما يعود لجسمه. مثلا هنا الشجرة تغلق شيئا يعود لنفسها، يعني أنه يعود لجسمها. ما هو الشيء؟ لزغاي يعني الأذنان. لو قلنا لا صادر بوش لزغاي يعني أن شجرة الأرز تسد الأذنان، كأنها تعود لشخص آخر أو لشيء آخر، لكن هنا نستعمل هذا السه لنقول بأن هذه الأذنان هي من هذه الشجرة من نفسها، كأنها تسد نفسها. إذا لا صادر سبوش لزغاي، شجرة الأرز تغلق أذنها. إي كونتيني ثم تكمل، قلنا لو فيرب كونتيني يعني أكمل أو استمر في فعل شيء. et continue son chemin ثم تكمل طريقها. à suivre للمتابعة، المقصود أن القصة لم تنتهي بعد. après nous passons à جغوتية. إذا بعدها نمر إلى فقرة جغوتية. كما لو أقول أنا أستنبط أو أستخلص. nous prenons la première image هنا posons la question qu'est-ce que c'est. إذا نأخذ الصورة الأولى ونطرح السؤال ما هذا؟ que désigne la première image. على ماذا تدل الصورة الأولى؟ que désigne la première image. على ماذا تدل الصورة الأولى؟ la première image désigne une phrase. الصورة الأولى تدل على جملة. Comme nous le voyons sur le tableau on a une phrase. إذا كما نرى على السبورة عندنا جملة. Voilà le tableau vert sur lequel il y a une phrase. السبورة الخضراء التي عليها جملة. Nous passons à la douzième image. Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Nous passons à la douzième image. Qu'est-ce que c'est? إذا نمر إلى الصورة الثانية. ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? C'est un éléphant. إذا هذا فيل. La douzième image représente un éléphant. إذا الصورة الثانية تمثل فيلا. C'est un éléphant. Nous prenons la troisième image qu'indique la flèche. إلى ماذا يشير السهم؟ كانديك لا فلاش. إلى ماذا يشير السهم؟ لا فلاش انديك اون عيل. لا فلاش انديك اون عيل. السهم يشير إلى جناح. السهم يشير إلى جناح. لا فلاش انديك اون عيل. طبعا جناح كلمة مؤنثة كما نرى. إذا ليل، طبعا ليل هو الجناح. ممكن أنه يكون جناح طائرة أو طائر. إذا عندنا هنا on a une aile d'un oiseau. Ce que nous avons sur l'image c'est une aile d'un oiseau. الذي عندنا على الصورة هو جناح طائر. Ce que nous avons sur l'image c'est une aile d'un oiseau. 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 الذي عندنا على الصورة هو جناح طائر. Et enfin on a la quatrième image. Que représente la quatrième image? إذا ماذا تمثل الصورة الرابعة؟ La quatrième image, comme nous le voyons, représente la neige. إذا الصورة الرابعة كما نرى تمثل ثلجا. La quatrième image représente la neige. إذا الصورة الرابعة تمثل ثلجا. إذا في الأخير عندنا compétence يعني قدرات كما رأينا فيما سبق. Comme d'habitude, on a compétence. كالعادة عندنا قدرات. À la fin de cette semaine, في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable. أنت ستكون قادر. tu seras capable. أنت ستكون قادر أو أنت ستكونين قادرة. تقال بنفس الصيغة. tu seras capable de faire quoi? أنت ستكون قادر على فعل ماذا؟ Premièrement, d'employer des expressions pour donner ton avis. على استعمال de employer. على استعمال. طبعا de تنتهي ب ثم عندنا فعل employé يعني استعمل أيضا يبتدئ بإن فويال. هنا عندنا إذا طبعا سنحذف الخاصة بده ثم نضع إن أبوستخوف ثم نضع فاصلة تسمى أبوستخوف. إذا بدل دو employé ننطق d'employé. tu seras capable d'employer. أنت ستكون قادر على استعمال des expressions pour donner ton avis. إذا أنت ستكون قادر على استعمال عبارات pour donner ton avis لكي تعطي رأيك. لكي تعطي رأيك. l'avis هو الرأي. l'avis هو الرأي. أيضا l'opinion. l'opinion أيضا يعني الرأي. pour donner ton avis لكي تعطي رأيك. تقول مثلا هل هذا الشيء جيد أم أنه ليس بجيد؟ هل أنت تتفق على رأي ما أو أنك ترفض هذا الرأي؟ tu seras capable d'employer des expressions pour donner ton avis. إذا أنت ستكون قادر على استعمال عبارات. أنت تكون عندك الفكرة لكنك ربما تحتاج إلى عبارات لكي تعبر من خلالها عن رأيك. à la fin de cette semaine في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable. أنت ستكون قادر d'employer des expressions pour donner ton avis. إذا أنت ستكون قادر على استعمال عبارات pour donner ton avis لكي تعطي رأيك. ثم ستكون قادر على ماذا أيضا؟ de lire les sons. على قراءة الأصوات ف أي. إذا ستكون قادر على قراءة الصوت ف. طبعا تماما كما هو حال لا لتر اف، لا لتر اف. طبعا هناك كلمات تكتب بأف وهناك كلمات بنفس الصوت تكتب بأش، تكتب ببأش. مثلا كلمة لافخاز أنها تكتب ببأش. مثلا كلمة فارماسي أنها تكتب ببأش. طبعا هناك كلمات أخرى بالصوت ف لكن تكتب بأف. على كل حال هنا سنقتصر على بأش، طبعا تعطي الصوت ف ثم اي اي، ثم ستكون قادر على قراءة الصوت اي. طبعا الصوت اي ممكن انه يكتب بكتابات اخرى ويعطي نفس الصوت. مثلا ممكن انه يكتب ب اكسون غراف، اكسون غراف، او يكتب باي كما عندنا هنا، او يكتب باوتي كما أشرنا إلى ذلك في كلمة باكي، باكي. إذا عندنا أوتي تنطق أي، ثم أكسون سيركونفلكس، أكسون سيركونفلكس تعطي الصوت أي. ثم عندنا أس، أس ممكن أنها تعطي الصوت أي. مثلا تي، مثلا عندما نصرف لو فيرب إتر أو بريزون ماذا نقول؟ جو سوي تي، تي. طبعا نكتب تي ثم أس، هاد او اس تنطق اي. اذا هاد او اس تعطي الصوت اي. ممكن ان هاد الصوت اللي هو صوت اي ممكن انه يكتب بطرق اخرى من غير اي. طبعا هنا سنقتصر على اي. تي سورا كابابل دو ليغ لي سون ف اي. ثم لي مو اي لي فراز لي كونتونون، ثم الكلمات والجمل لي كونتونون المتضمنة لها. طبعا لي فراز كونتونون الجمل متضمنة، لي فراز كونتونون الجمل متضمنة، لي فراز لي كونتونون الجمل المتضمنة لها. ثم ديكخيغ كوريكتومون لي سون إيتيديي، ثم ستكون قادر على قراءة أصوات المدروسة، طبعا مثل هذه الأصوات التي عندنا هنا. À la fin de cette semaine, tu seras capable d'écrire correctement les sons étudiés. d'écrire correctement les sons étudiés. وفي نهاية هذا الأسبوع أنت ستكون قادر d'écrire على كتابة de écrire، إذن على كتابة correctement بشكل صحيح les sons étudiés الأصوات المدروسة. نتكلم عن le verbe étudier يعني هذا فعل دراسة. هنا نتكلم عن les sons نصفها بأنها étudier يعني أنها مدروسة. الأصوات المدروسة هنا في حالتنا هي ف اي. ثم داجيغ، داجيغ pour que les oiseaux vivent en liberté. المقصود هنا à la fin de cette semaine في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable، في نهاية هذا الأسبوع tu seras capable أنت ستكون قادر داجيغ. طبعا لو فيرب اجيغ المقصود بأنك تبادر وتتحرك وتقوم بفعل ما. إذا داجيغ لكي تبادر، داجيغ pour que les oiseaux vivent en liberté يعني أنك ستكون قادر على المبادرة pour que les oiseaux من أجل أن الطيور، المقصود لكي الطيور vivent en liberté يعيشون في حرية. pour que les oiseaux vivent en liberté من أجل أن الطيور يعيشون في حرية. إذا أنت ستكون قادر على المبادرة من أجل أن يعيش الطيور في حرية. طبعا وقبل كل ذلك أن تبادر من أجل أن يعيش الإنسان في حرية. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.